أعزائي المشاهدين، راب نيوز بدات نبدوها بالعناوين وكيما جات كلات. هاد الخطرة غادي نهضرو فتيتة فتيتة، شوية على المسائل وشوية على أصحاب الشيتة اللي ضلوا يبروسوا لو كان غي جاو يخلصوا. المسائل يضربوا ضربتهم وهما يباصوا. نهضرو تاني على أسباب الظهور هاد الظاهرة عند الإناث والذكور. أسكو على جال القيمة ولا على جال الدورو؟ شفناهم يضربوا الشيتة على جال قارو مرفورو. كيما العادة راه معانا بوسطيلة باش يجيب لنا الأخبار على الموضوع تاع الليلة. ألو ويليو، راني قدام الحومة لي جا فيها المسؤول لي رسلاتو الحكومة. هو رافد الرطب والآخر رافد الشيتا، مفرش لا طريق ويروح على بالسربيتا. خويا نسقسيك، هادي الخدمة قريت عليها ولا مارست المهنة غير باسكو نتايا تبغيها؟ حرفت الشيتا واه انا شيات، ندخل تحت المسؤول ونرفد له الساشيات. سيدي ياكل الخبزة وانا اللايم نفتات، هو كاع ما يشحاش انا نجيب له الدوسيات. عندي بزاف شيتات كيما تاع الغسيل، نمسح بيها لسيدي الغبرة اللي طيح من دوك العينين. البروسيلا دوك السنين مين يكون مضبين، بالكوطون تيش نمسح له دوك الودنين باش يكابتي وكي يلبس المونطو باش يتنولي نضرب لي كي رونالدو. نمسح له صباطه من غبرة الناس كي يتهنى سيدي انا نولي لاباس. جاكم المسؤول غي بعدو مطريك، سموه المسؤول ياه هذا هو ملشي. جاكم المسؤول غي بعدو مطريك، سموه المسؤول ياه هذا هو ملشي. شكون جا اليوم؟ جاكم المسؤول سيدي جا مين يجيكم بانا تحوكي نطس انتوما كحوكي نغلط انتوما صح. هيا كحو كحو، عقل ماشي قبيح واه مسكين خفيف كيما الريح. خفيف سيدي خفيف، انا شباب هذا صحيح معايا تغلط تتخلص وكي ننسف عليك الطيح. اليوم جيت للحومة عليه نهضر معاكم انتوما، معاكم انتوما فوضوا عليا بالسيف باش في بلاصة التيف ندير لكم القدرون ونطلع عليكم السومة. والان اعزائي معنا اخصائي في امراض الشتاء والافروس والطب الوقائي، دكتور تقدر تشخص الحالة ونراها الحل المناسب لهذا العلة. انا طبيب مختص في مرض الشتاء، هذا المرض صعيب وما يتداوى بالكبريتا، وما يكون المسؤول هذا المرض يكون بارتو كاين شيات يدي الهضرة بالتليفون. مرض وراثي ولا مكتسب، الدافع حب السلطة والكرسي هو السبب. في الوعاء الدموي يتمشى فيروس الشتاء، فقدان الحشمة المكتسبة في العصور الحديثة. يتخلط السيتوبلازما مع فيروس الشتاء بليس، ويولي الإنسان العادي يبغي شيات بوكو بليس. هذا المرض لحد الآن ما لقينا لهش العلاج، كي نديرو باش نقضوا عليه والله ما عرفنا كيفاش. خوتي كيما شفنا المشكل راها صعيب، الشتاء في هذا الوقت ما ولاتش حاجة عيب. في كل قنت ودورة كاين شتاء وشيات، في الحومة وفي لوبيتال وما ننساوش المرشيات. والآن في ركن نهضر بلا ما تخاف وقول كلمة الحق، انت تاني راك مسؤول. معنا شخصية كيما العادة اعزائي، مندوب الزوالية في المجلس الولائي. الشعب راه يعاني من الفقر والبطالة، التالي فيهم راه متمني يشري صندالة. عطينا رايك انت في الوضع الاقتصادي، الشعب راه محقور ولا هو اللي راضي؟ ما تتوسوسش انا نهضر منيرفي، الشعب ما خصاش راه عايش لابال فيه. شكون قالك راه يعاني؟ راه يكذب عليك، راه باغي لك الشر ويقعد يستشفى فيك. يستشفى فيا راك تعاير فيا، اي حط الميكرو يا شيات وطير عليا. احنا سمونا صحافة نهضروا على الثقافة، سياسة واقتصاد خاطينا البيدو والجفافة. وعلى الصحافة اليوم موضوعنا بشكي وبكي، جبنا مراسل على الشيتا غادي يحكي. اتفضل خويا قول لنا بالتدقيق ما هي المشاكل اللي تعرقل لكم التحقيق. انا مراسل ومعايا كاميرامان، نضلو نمشو في الشمس ونفطرو بالعصبان.
الله غالب، هذه هي خدمتنا، نحوسو نعرفو الصح باش نقولو كلمتنا. بصح كاين بزاف مشاكل اللي تعرقل لنا مع الشتاء والشياطين في البلاد قريبه بنا. ندخلو لوبيطال ونشوفو حالة المرضى، نص الماتريال باعوه لاصحاب الخردة. دواء راهي مخصوصة والمدير شارك الروسة بدراهم الشيات اللي ضل يضرب البروسة. كي نبغي ندي صورة باش نديرها في الموضوع يخرج لي العساس، الشيات اللي يقولي ممنوع. جايبين شيات سبيسيال اللي جورناليست جابوه من برا وقالوا له قول انا دونتيست، ويلعب دور المريض باش يقول رانا غاية، وكي سقسيه الجورناليست بالشيتا يرفع الراية. هذا اللي راه يعقل وانا مقدر نتقبل، اصحاب الشيتا كترو وانا منهم غادي. اعزائي المشاهدين العدد راه متواصل، باش نعرفوا المزيد نلتقي بعد الفاصل. إشهار تبرادي. انا كرهت الغسيل تاع القشير، بالصباح راني نحك والريحه ما بغاتش تطير. سهله يا مدام باي باي ريحه الجيفه، هاكي هذا الشتاء والضربي حكة خفيفه. نشري شيتة بلادي باش نهرد، اسمح لي غلط، نضمن مستقبل بلادي ولادي. أعزائي المشاهدين نروحوا كيما موالف، في قلبك عند البوشي نحكوا على العواطف، تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي، كاع لي سنتيمون لي في الكون فرخوا مرتاح. انا نبغي مدام، هي 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 ما تبغينيش، باسكو انا ماشي شيات، والديها 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 ما قبلوني. المسؤول ما على باليش علاش، باسكو بوه المسؤول ولا هي تبغي القلاش. اما لا انا تاني غادي نولي شيات، نخدم في لاميري ندي ونجيب الدوسيات، ندخل في البوليتيك ونضصر البويبويات، ونشري بروسا ميتاليك باش تعشق فيا جوليات. غادي لها عبد الحليب ونكتب لها لي بوام، ونرسل لها البراوات مكتوبين مع الحمام. بصح عندي بروبليم، خصني نحط الدوموند، الخدمه تاع الشيات راها ولات بلا كوموند. مشاهدين العادة تاع اليوم كمل، نتمنى تكونوا قانعين، واللي ما فهمش يجي يسأل على راب نيوز @gmail.com. اعطونا رايكم حنا منكم، وهذه حصتكم. ايا وتشاو باي باي، زيدوا تابعوا، ما تنساوش في الاستفسارات رانا قارعوا. الى اللقاء في عدد جديد ان شاء الله، مع تحيات حصتكم راب نيوز.